متابعي قناة أم آدم أحمد، لاباس عليكم؟ بخير، اش كتعاودوا؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غادي نحضر معكم قرص أو قراشل زوينين. هاد القرص كيجو خفاف وهشاش ورطبين بمكونات بسيطة ومتوفرة بكل البيت. نتمنى إن شاء الله يعجبوكم وتجربوهم وينالوا الاستحسان ديالكم. ندوزو المكونات على بركة الله. كنحتاجو لهم 3 الكيسان مدافي، خمارة، بيضة واحدة، كاس سنيدة، كاس مع مرشة الزيت، دقيق حسب الخليط اللي غادي يكفينا باش نجمعو هاد المكونات، الملح والخميرة. استعملت انا معلقة ونص هنا ديال الخميرة على حسب الجو بارد، ولا كان الجو سخون ممكن تستعملوا غير معلقة. غنبداو دابا غدا نوضع بيضة. نضيف لها كاس سنيدة، نخلط هاد البيضة مع السنيدة، نضيف الملح، نضيف كاس معمر تاع الزيت، نضيف خميرة، نخلط معاه الزيت والسنيدة باش تحل ليا. نحل الخميرة، دابا غادي نضيف 3 الكيسان مدافي، كاس الاول، ثاني، ثالث. دابا غادي نبدا نضيف الدقيق، نضيف الخميرة، نجمع هاد الدقيق، نبقى نضيف الدقيق حتى كتجمع ليا هاد الخليط كيتجمع. راه ساهلة الكرواسون، راه زوينة مفيهاش مقادير لي كتيرة، مقادير بسيطة.
نضيف الدقيق وكتجي زوينه خفيفه وهشيشه وما كندلكوها ما والو، غير كنجمعوا العجينه وكنخلوها ترتاح على خاطرها. نحاول نجمع الدقيق ندخلو لمزيان باش تجمع ليا، باقا خاصة الدقيق. هذا نبقى نضيف غير هي عجينتها ما تخلوهاش قاصحة، خليها تكون مرخوفة شوية باش ملي كطيب كتجي خفيفة، حيت الا خليتو العجينة ديالها قاصحة ما كتجيش رطبة من الداخل. حاولوا تجمعوها في الاخير غير بالزيت، بحال دابا انا هادي بارك عليها، غدا نجمع غير هاد الدقيق اللي باقي عندي في هاد الاناء ونحاول نجمعها بالزيت. نضيف شوية زيت هاد الزيت كيعاونها باش كتجمع لينا. ها هي البنات دابا انا جمعتها، غادي نغطيها ببلاستيك ونخليها ترتاح. ها هي دابا صافي، غادي نخليها حتى تخمر مزيان ويضاعف الحجم ديالها ومن بعد نطلقها. ها هي العجينه ديالي من بعد ملي خمرات ليا، دابا غادي نحيد على هذا البلاستيك. ناخذ الطاوه خديت انا الطاوه دهنتها بالزيت. دابا ناخذ جويد الزيت هكا في ايدي نضع في الطاوة. كنعاون بشويه الزيت عاونوا يديكم بالزيت باش ما تلزقش لكم هاد العجينه ودغيا تكور لكم.
ونكمل هاد العجينه ديالي كامله، نشكلها كويرات ونطلقها بيض. ها هي دابا من بعد مني كملتها، دابا غادي ندهنها بالبيض. دهنا كامله مزيان، باش يجي الوجه ديالها محمر. دهنوا حتى من التحت من هنا من الجناب. دابا غادي نكملها كامله، هاد الكريسات اللي عندي نكملهم كاملين في الدهين، ومنين نكملهم نطلقها. دابا انا كملتها في الدهين، دهنتها كامله، غادي نزينها بالزنجلان. نزين هاد الكريسات كاملين. دابا صافي كملتهم، غادي نخليهم دابا يخمروا، يخمروا مزيان ويضاعف الحجم ديالهم. ملي يخمروا نطلق باش نوريهم لكم من بعد مني خمر. ها هي البنات كرواسون ديالي من بعد مني خمرت، ها هو ضاعف الحجم ديالها كي كتشوفوا. دابا انا راه شعلت الفران يسخن، غادي يسخن الفران وندخلها الطيب، ومن الطيب نتلاقى بكم ان شاء الله. ها هي البنات الكرواسون ديالنا من بعد مني طابت خرجتها من الفران، كنقدمها لكم بالصحه والراحه، ونتمنى تعجبكم ان شاء الله. يعني راه كتجي غزاله زوينه وهشيشه ورطبه، ومكوناتها بسيطه يعني فاشي مكونات اللي كثيره. نتمنى تعجبكم ان شاء الله، وغادي نقطع معكم وحده تشوفوها. شوفوا كي كتجي، راه كتجي رطبه خفيفه، نتمنى تكون كتبان لكم. ها كتجي خفيفة ورطبة وهشيشة، غادي نقسم معاكم. هيا شوفوا كي كتجي من الداخل، راه كتجي رطبة. نتمنى تعجبكم ان شاء الله، ولا عجبتكم الوصفة ديال اليوم ديال هاد القراش، ما تنساوش دعموني بلي لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد. والى فيديو قادم، والسلام عليكم.